الأخ والأصدقاء من يهود ومسيحيين وزردشت وكونفوشيين وكل أديان العالم التي تقف ضد العنصرية الصهيونية وتقف معنا لتقهر هذا الوحش الصهيوني الذي لا بد أن ينهزم. كل التحية لكم جميعا، وإنني وإياكم على طريق التحرير والنصر. شكرا للدكتور يوسف عبد الحق، شكرا للمنتدى التحريري. والآن مع كلمة تجمع مؤسسات المجتمع المدني، فليتفضل وديوان تنمية أبو السارة محمد جبل.